والصلاة والسلام على رسول الله، تحياتي للجميع. أرحب بحضراتكم في أكاديمية السلمون للثقافة العربية في سلسلة فقه الحج والعمرة على المذاهب الأربعة. تابعونا ولا تنسوا الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أولا، التعريف بالسلسلة. سلسلة علمية أكاديمية مباركة تتناول التطبيقات العملية لمناسك العمرة والحج بالأدلة الشرعية من المصادر الأساسية كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في حلقات متتالية على مدى 9 حلقات كالآتي: الحلقة الأولى العمرة وكل ما يتعلق بها، الثانية الحج ومتعلقاته، الثالثة ملخص أفعال الحج التمتع، الرابعة دخول مكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف، الخامسة أحكام الطواف على وجه العموم، السادسة أحكام السعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة ونفرة الحجيج إلى مزدلفة، الحلقة السابعة أيام التشريق وما يتعلق بها من أحكام، الثامنة الهدي وشروطه، الحلقة التاسعة والأخيرة الحلق والتقصير والفوات والإحصار. اللهم ارزقنا حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعملا متقبلا، آمين يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حجاج بيت الله طوفوا وسعدوا، حجاج بيت الله طوفوا وسعدوا، حجاج بيت بالقرب منه واسألوه مثابا، الله جمعكم بأطهر بقعة وحباكم كرما وفضلا الله جمعكم بأطهر بقعة.